نروح لدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. دكتور جاد، أولا مساء الخير. زلزال عنيف يضرب المملكة المغربية مساء أمس، ماذا عن هذا الزلزال، تطورات هذا الزلزال، ربما أيضا هذه المنطقة التي وقع فيها هذا الزلزال من ناحية الجيولوجية؟ أولا مساء الخير على حضرتك أستاذ أحمد، وأنا بستغل وجودي مع حضرتك ونبلغ تعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. حقيقي والموقف متأزم لعدة أسباب. المنطقة منطقة غرب جبال الأطلس الكبير بما فيها من أوضاع جيولوجية معقدة، لكن تاريخيا الزلازل الكبيرة في تلك المنطقة لها فترات عمر متوسطة 50 سنة، وكان آخر زلزال كبير حدث في هذه المنطقة كان زلزال أغادير يبعد حوالي 200 كيلو من مركز زلزال الذي حدث اليوم، اللي كان سنة 60 بالفعل. نعم. يمكن في المملكة المغربية حصل عدد من الزلازل في الفترة الأخيرة، يمكن آخرهم كان 2003 في الخسيمة دي شمال المغرب على شاطئ البحر المتوسط، لكن جنوب المغرب زلزال النهاردة كان فعلا آخر زلزال 1960 زلزال أغادير، وللأسف كان وقتها الضحايا كبيرة جدا، زادهم على 12,000 وفاة. أتوقع زلزال اليوم الضحايا طبعا مش هيوصلوا للعدد الكبير ده، لكن في تطور، وكل فترة وزارة الداخلية المغربية بتعلن عن زيادة الوفيات نتيجة أن المنطقة طبعا معظمها جبلي. يمكن منطقة مراكش نفسها المباني قديمة إلى حد ما، معظمها زي ما تابعنا صور وأنا كنت هناك في شهر 7 اللي فات، المباني متهالكة مبنية من الطوب الرملي أو اللبن الذي لا يتحمل مثل تلك قوة الزلازل. أتوقع في خلال يعني الساعات القادمة ويمكن بكرة عدد الضحايا يمكن يتضاعف، يعني بندعو الله أنه يرحم الوفيات جميعا. طيب دكتور جاد، المنطقة حضرتك بتقول أنه هي فيها زي ما بيقولوا كده فالق كبير، وبالتالي منطقة معرضة للزلازل، ولكن حضرتك بتقول أنه مش مستمر، يعني كل مثلا 40-50 سنة. بالظبط كده يا فندم، يعني تكرار النشاط الزلزال الكبير عليها فترات متوسطة 50 سنة، لكن بشكل متقارب في زلازل صغيرة غير محسوسة. احنا متواصلين ايضا مع الاشقاء هناك في المركز الوطني لرصد الزلازل، ده تبع جامعة محمد الخامس في الرباط، هم لديهم ايضا تسجيل مباشر ولدينا تواصل وتفاهمات. نعم. يمكن النهاردة عملنا مؤتمر صحفي مشترك معاهم. نعم. في اطار ان المعهد بيستضيف المركز الافريقي لدراسات الحد من المخاطر، ده واحد من مراكز التميز تحت مظله الاتحاد الافريقي، وبصدد طبعا بعد اخذ الموافقات القياسيه، واعتقد الدوله برئاسه فخامه الرئيس يعني ابلغوا خالص العزاء لجلاله. نعم. الملك محمد الخامس، فاحنا على هبه الاستعداد السادس. نعم. فاحنا على هبه الاستعداد ان يكون في دعم فني، ويمكن نرسل فريق بحثي من المعهد للمساعده في تقييم الوضع زلزاليا، وجاري ايضا تنسيق عدد من الاجهزه والمعدات بضوء احتياج الجانب المغربي، لكن هناك تواصل علمي ونقاش مباشر مع الاشقاء في المملكه المغربيه. وصلتوا لايه دكتور جاد النهارده وانتم بتناقشوا هذا الامر؟ ايه الملاحظات اللي انتم شفتوها؟ هل احنا داخلين انه هذه المنطقه بالكامل يعني لا قدر الله هتشهد ايضا زلازل قويه زي كده؟ لا، مش من المتوقع ان يبقى في زلازل قويه، لكن اهم ملحوظه وتوصيه وصلنا ليها النهارده اهميه تحديث كود البناء وكود الاحمال الزلزاليه في المملكه المغربيه. يمكن اخر كود عندهم من 2001، وطبعا زي ما قلت لحضرتك وشفنا صور الدمار النهارده، المباني معظمها قديمه فعلا ومتهالكه ولا تتحمل اي زلزال من مثل هذه النوعيات، واحنا بنتكلم على 7 ريختر يعني قوي. بالظبط، فمهم جدا فعلا استكمال تحديث كود البناء للمملكة المغربية، وبالتالي تقليل حجم الخسائر حيث لا قدر الله لو في زلازل من هذه القوة مستقبلا. يعني لسه بنتكلم من شوية انه تركيا كان هناك ابراج وعمارات شاهقة، هنا يمكن البيوت 2-3 بالكتير، وده من رحمة ربنا انه مفيش عمارات او ابراج عالية. بالفعل الوضع مختلف ما بين يعني المنطقة اللي حدث فيها زلزال تركيا وزلزال مراكش اليوم، جيولوجيا وتركيبيا وديموغرافيا ايضا، لكن مهم جدا يعني زي ما اتفقنا
اتخاذ الاساليب للحد من تلك الكوارث. يمكن احنا طبعا زلزال تركيا احدث لدينا نوع من الحميه والنشاط. حاليا جاري تحديث كود البناء المصري وكود الاحمال الزلزاليه. هناك عدد من الانشطه طبعا مع كل الجهات المعنيه بدءا من رئاسه الوزراء، عمليات القوات المسلحه، وزاره الخارجيه، كل فيما يخصه. طبعا بعد تحديث استراتيجيه الوطنيه لمواجهه مخاطر الزلازل واصدار دليل استرشادي لكيفيه التعامل مع تلك المخاطر، احنا جاري نقل التجربه المصريه للاشقاء في المغرب للعمل على الحد من تلك الكوارث الطبيعيه، في الضوء طبعا اللي بنقوم بيه كمعهد وكدوله مصريه على المستوى العربي والافريقي. ايه اللي هتقدموه يا دكتور جاد كمعهد لاشقائنا في المغرب، الوفد اللي هيروح الايام القادمه؟ يمكن قلت حضرتك في شهر 7 الماضي زرت المغرب، سواء مراكش، جامعه القاضي عياض، وجامعه محمد الخامس، اللي لدينا اتفاقيات تعاون مشتركه ما بينهم. من خلال تلك الوسائل والامكانيات مهم جدا تحديث كود الاحمال والزلزاليه والبناء المغربي، تبادل الخبرات. احنا الحمد لله مصر ما فيش فيها زلازل مدمره، لكن لدينا خبرات قويه في تحليل ورصد الزلازل على مستوى العالم. التواصل وتبادل الخبرات مهم جدا. يمكن العام الماضي استضفنا المفوضيه الافريقيه للزلازل، اجتماع المشترك مع المفوضيه الاسيويه للزلازل. بالامس فقط رجعت من زياره لدوله الصين، كان اجتماع تنسيقي لمبادره الحزام والطريق للحد من مخاطر الزلازل. وبالتالي ده يعني تمرين طبيعي، او زي ما بنقول اكسرسايز، لتطبيق تلك التكنولوجيات لحمايه المواطن والاستثمارات بغض النظر عن الدوله التي تحدث فيها تلك الزلازل. دكتور جاد، ربما عايز حاجه تقول لنا يعني علميا، لانه العالم الهولندي طلع اتكلم من كام يوم وقال حدد منطقه، قال المغرب، اسبانيا، ايطاليا، قال متوقع يحصل فيه، وحصل. ايه اللي بيحصل في هذا الامر تحديدا؟ يعني قبل كده قال حصل، يعني انا عارف قال ايضا بعض المناطق ولم يحدد، ما ايه الحكايه؟ يعني دي صدف تنجيميه. انا لا اعتبره عالم، هو فعلا ليس عالم، سواء عالم زلازل او عالم فلك. هي طبعا من خلال دراسات احصائيه يقدر يتوقع بعدد من الزلازل، لان احنا اتفقنا بشكل يومي في زلازل كبيره على سطح الارض. لكن حتى هذه اللحظه لم يثبت من خلال اقاويل هذا الشخص ان يقول زلزال في منطقه معينه في يوم معين، ده لم يثبت حتى الان. وبالمناسبه لا يوجد اهتمام بتلك التصريحات سوى في المنطقه العربيه. يعني كل عالم ومعاهد الزلازل العالميه لا تعترف بهذا الرجل ولا تتبع كل تصريحاته او تويتاته. ولذلك انصح كل المواطنين عدم الاهتمام به، لان هذا يعني نوع من الدجل والدعايه الاعلاميه التي يتربح منها على حساب متابعات المواطنين. لكن بالتاكيد لم يتسنى صحه ما يدعيه هذا الرجل من علاقه اقترانات اجرام سماويه مع الارض مع نشاط زلزالي. زي ما اكدنا لحضرتك بشكل يومي هناك زلازل على سطح الارض من هذا النوع القوي. يمكن اول امبارح كان في زلزال في جنوب المحيط الهادي يمكن 8 درجات، ولم يسمع عنه احد ولم يتحدث عنه احد من المنطقه العربيه، ولم يدعي هذا الهولندي حدوث هذا الزلزال. اذا يعني معلوماته انا يعني لا حاجه بتقول انه بين قوسين كده في اطار الدجل فعلا، يعني تنجيم تنجيم وكذب المنجمون ولا صدق. كان بيتكلم على مصر، مدى هذا الكلام حضرتك بترد عليه في ايه؟ في الجزء هنقول ان شاء الله يعني لا يوجد زلازل مدمره في مصر. برغم ان احنا عندنا زلازل ايضا بنسجلها بشكل شبه يومي. لكن المهم وتحت يعني كلمه المهم نحط خطوط كتيره، مدى الاستعداد والجاهزيه لتقليل الكوارث والانذار المبكر. لدينا عدد من التمارين الفعليه نقوم بها مع عدد مؤسسات الدوله والمشروعات الاستراتيجيه، سواء السد العالي جنوبا، محطه الضبعه النوويه شمالا، الى اخره من مشروعات. مهم جدا تاكيد جاهزيه الدوله المصريه لمواجهه اي مخاطر طبيعيه، وعلى راسها الزلازل طبعا، اللي بنسال الله السلامه لكل الاراضي والمواطنين المصريين يا رب. هل دكتور جاد علميا هناك ارتباط ما بين تغيرات الطقس، تغيرات المناخ، بحدوث زلازل؟
لا اطلاقا، لم تثبت علاقه، بدليل يعني احنا في شمال نص الكوره الشمالي الجو حر، وفي النص الجنوبي الدنيا برد، وفي زلازل تحدث في الشمال وزلازل تحدث في الجنوب. نعم. فيعني بتحدث في الحر وبتحدث في البرد، ليس لها اي علاقه. طيب في عمال اتابع النهارده وكله كلام على القشره الارضيه وانه بتتعرض لاجهاد وانزلاق القشره الارضيه، علميا ده ايه لو بتشرحه للناس؟ احنا بنقول يعني من بدء الكره خلق الارض، وكانت اليابسه كتله واحده، ونتيجه دوران الارض حوالين محورها امام الشمس يوجد ما يسمى نظريه زحزحه القارات اللي بدات تنفصل اليابسه وتتكون على شكل القارات الطبيعيه اللي احنا شايفينها حاليا. كل قاره موجوده على صفيحه تكتونيه، ووضحنا يمكن لحضرتك في مداخله مع سيادتك ان عندنا مثلا البحر الاحمر من 65 مليون سنه لم يكن موجود، وكانت المنطقه العربيه مع افريقيا كتله واحده. نتيجه زحزحه القشره الارضيه، وبنسميها بلغه اخرى تشوهات القشره الارضيه او الكراستال ديفورميشن، بيحدث تلك الازاحات وتلك التكوينات الجيولوجيه الجديده اللي بتكون لي سواء جزر صغيره او انشقاق اخاديد زي اخدود البحر الاحمر، او انزلاق كتل قاريه زي ما بنقول الصفيحه الافريقيه بتغوص اسفل الصفيحه الاوروبيه، وعندنا يمكن الغوص ده نسبته في الشرق شرق البحر المتوسط اكثر نسبيا عن غرب البحر المتوسط، والدليل على ذلك كميه الزلازل المحسوسه اللي بتحدث في المنطقه منطقه اليونان وقبرص وتركيا اقل اكبر بكثير مما يحدث في غرب المتوسط شمال الجزائر والمغرب، يمكن ذكرنا عدد بسيط من الزلازل. نعم. على عكس ما يحدث بشكل شبه اسبوعي في منطقه القوس الهيليني وقبرص واليونان. النهارده كمان في زلزال في اندونيسيا. تمام. صح؟ انا قلت سيادتك على يوميا على سطح يوميا هناك زلازل محسوسه او فوق المتوسطه، وليس لها علاقه باقتران اجرام سماويه مع الارض. طب هل من كلام حضرتك انه زحزحه القارات احنا يعني القاره الافريقيه معرضه ايضا، لانه كان من اسبوعين ثلاثه احد العلماء بيتكلم على انه القاره دي هتنقسم، هل وارد فعلا علميا؟ يعني وارد علميا، وده تحت المراقبه والدراسه، واهم المناطق اللي عندنا فيها نشاط زلزالي وجيولوجي اتكلمنا على اخدود شرق افريقيا اللي كان بدايه هذا الاخدود انشقاق البحر الاحمر، وحاليا البحر الاحمر في مرحله اتساع بمتوسط 1 سنتيمتر في السنه، يمكن الاتساع بيزيد نسبيا شمالا، وعندنا منطقه خليج العقبه وتصلها بالبحر الميت شمالا لحد فارق الاناضول اللي حصل عليه زلزال تركيا الشهير، لكن جنوبا من الهضبه الاثيوبيه يتخذ غربا للمنطقه الفاصله ما بين رواندا والكونغو، جنوبا لحد تنزانيا، ده مناطق بتشهد زلازل متكرره، وعليها ايضا نشاط بركاني، يمكن احد انشط البراكين اللي حدث عليها ثورات بركانيه في خلال عامين ماضيين في منطقه الكونغو الديمقراطيه او شرق الكونغو تحديدا. كل دي في اطار الاخدود الافريقي العظيم اللي هو بعد فتره ملايين السنين طبعا هينشق او هينفصل ويكون يعني جزيره لوحده على غرار ما حدث مع البحر الاحمر. فلا فحضرتك بتقول ان احنا بنراقب هذا الامر. المراقبه من مراقبه النشاط الزلزالي وتحركات القشره الارضيه، وبتتحسب من خلال تلك انظمه المراقبه، يمكن ورينا لحضرتك قبل كده منظومه الرصد الوطنيه سواء النطاق المحلي داخل مصر او النطاق الاقليمي في افريقيا والمنطقه العربيه والبحر المتوسط، من خلال الرصد والمراقبه المستمره بنقدر نحسب معدلات ازاحه القشره الارضيه في تلك الاماكن، ويتحط سيناريوهات في خلال ملايين السنين ممكن الوضع الجيولوجي والتكتوني في المناطق دي يبقى شكله ايه، اللي منها زي ما قلت لحضرتك الاخدود الافريقي ده هينقسم وهتكون يعني شبه قاره صغيره لوحدها، زي ما الجزء بتاع شبه جزيره سيناء ممكن يبقى ايه قبل ما اروح لسيناء، انهي دول تحديدا ممكن تبقى قاره شبه قاره لوحدها؟
يعني لنا القرن الأفريقي، يعني جنوب أثيوبيا وجيبوتي والصومال مع كينيا مع أوغندا مع تنزانيا، دول كده ممكن يكون جزء يعني منفصل لوحده يتجه شرقا، بينما بقية قارة أفريقيا بتتجه نسبيا اتجاه الغرب. طيب حضرتك بتتكلم على بينما سيناء. شبه جزيرة سيناء، ايوه اتفضل. وتحديدا ما بين خليجي السويس والعقبة، والنشاط الممتد من خليج العقبة للبحر الميت شمالا إلى أناضول الجزئية دي وخلال اتجاهات حركة القشرة الأرضية، ستنفصل أيضا وتكون يعني جزيرة صغيرة بالأراضي الفلسطينية بلبنان، ودي طبعا يعني مش في يوم وليلة ولا مئات سنين، بتاخد ملايين السنين. يمكن زغيرة حضرتك البحر الأحمر بدأ عملية انفتاحه من 65 مليون سنة، طبعا يعني نعم حقبة جيولوجية طويلة يعني. نعم شكرك شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية.